بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. النهارده هنعمل مع بعض اربع وصفات حلوين جدا. هنعمل مع بعض اربع وصفات للفول مختلفين، في منهم الجديد في منهم العادي، بس الاهم ان النهارده حلقتنا وفقره اسال جدتي مكملينها ان شاء الله مع بعض في الموسم الجديد. هتسالوا كل الاسئله وهنتكلم عن موضوع شيق جدا، استنونا ان شاء الله بعد الفاصل. ورجعنا لكم وفقره النهارده طبعا هي بتبقى احلى فقره اللي بتستنوها في الاسبوع، انا عارفه، فقره اسال جدتي. ازيك يا نونا؟ حبيبتي المشاهدين هيتجننوا علينا، يعني هي عليكم، بس انا عايزه ادخل النون في النص عشان ابقى معاكي. يعني لا انت منوره، ربنا يخليكي يا نونا. ده يعني بيستنوها من الاسبوع للاسبوع. احنا بنقول حقائق مش بنالف كلام ولا ورق، حقائق لإفادة الشباب الحلو الجميل اللي هياكل الأكل ده. تعالي نقول لهم هنعمل إيه النهاردة؟ الأكلة الجميلة دي النهاردة احنا هنعمل منها جدا. الفول، الحلقة كلها هنتكلم عن الفول وإزاي ننوع فيه، لأن ده الفطار الأصلي بتاعنا. هنعمل أول حاجة الفول، البيض، الليمون والكمون، أوكي؟ ورخيص، ونخش بقى في رخيصة بنت حلال. نخش في موضوع النهاردة، هنتكلم عن إيه؟ والله يا نورة هتكلم على حاجة بس تمس كل الشباب وكل البنات. يلا كلنا اذان صاغيه. الفكره ان احنا بناتنا حلوين قوي قوي، وبعدين يعني ايامنا كانوا الجواز بدري قوي 16 17 18، دلوقتي بقى بدت بقى 30 و35، والحاجات دي بقى مش مؤشرات مش حلوه خالص. احنا عايزين البنات فرافير زي زمان كده، يتجوزوا صغيرين ويبنوا نفسهم مع بعضيهم. وارجوكوا حاجه، ارجوكوا قللوا الطلبات شوية. ما بنقولش ما تاخدوش حاجة، بس يعني مش أجيب شقة ب2 مليون وأجيب بتاع مهر مش عارف إيه وفرح زي بنت عمي ب100 ألف. أرجوكم الحاجات دي كلها يا جماعة ملهاش لازمة. والله لو أوضة هتعيشوا فيها وسعادة هتبقى أحلى جوازة في الدنيا. إيه المفايدة يكون عندك حاجة كبيرة زي كده كده ما أنتش سعيدة ومبسوطة؟ معاكي راجل مش كويس، ما يعني اخلاقه مش حلوه، انما بصي لشخصيه الولد واطلعوا معاه السلم من اول واحده زي ما احنا عملنا، واحنا طلعنا يعني على طوق السطوح، لا خدنا واحده واحده وعانينا شويه برضو، وكان ايامين غلوه، بس كان في حاجه اسمها صبر والبركه. الصبر ارجوكوا، الصبر ده هو اللي بينجح كل حاجه، سواء في العمل، في على الاولاد، صح، على الراجل، على العيشه. تعيشوا حياه سعيده، الحياه حلوه يا جماعه، والله جميله جدا جدا. انا هنا جداً حطيت كده الثوم، حطيت الـ شويه زبده صغيرين او كده، خليتيني الريحه. شفتي الريحه فظيعه، الخضره والطماطم مع الثوم بقى وشويه زيت صغيرين، جميله جدا جدا كده. وبعد كده ايه، نسبكها كده. انا مش هاخد الصلصه كلها، حته صغيره عشان تبقى فريش، الطماطم تبقى احلى. انا عامله طماطم بقى كتير اهو، هو الطماطم. وبعدين الوجبه دي يا جماعه مغذيه جدا جدا ومفيده جدا. تجروا بقى ايه، تبنوا الاهرامات. احنا نعمل اهرامات جديده. لا كملي بقى يا نونا. وبعدين بس يا حبايبي، فانتوا ازعلوا مني زي ما انتوا عايزين، انا ببسط الشباب وببسط البنات علشان دول شبابنا يا جماعه، اللي هو هيبنوا مصر. أرجوكوا لا تغالوا في الأسعار ولا في الفلوس، والله الفلوس ما هي كل حاجة، السعادة والبركة أحلى من كل حاجة في الدنيا. وشوية يعني إيه الفايدة عندكم في الفلوس وما أنتوش سعادة؟ إيه يعني؟ ما ينفعش. وبعدين إيه اللي الست بتحارب مع جوزها على العيشة، مش يعني هنقول يعني هنكد بس هتاخد القرش يجيلك بسعادة ملهاش حدود، ويبقى له فرحة وله قيمة. غير بابا زعلني يا بابا، ودي يا ماما حطي لي مش عارفة ايه، وهاتي لي شقة يعني، صح، شقة صغيرة استوديو. ما احنا شفنا بره عايشين ايه، في الجامعة بيتجوزوا،
واخدين استوديو صغير كده عباره عن اوضه نوم وجنبها ليفين كده في المطبخ والحمام. وادي كل الجامعه متجوزه الكامبس كده بنات وشبان زي الفل. صح. وبعدين لما بيتخرجوا من الجامعه ويبقى معاهم فلوس يشتغلوا بيجيبوا بقى حاجه اكبر، فدي حاجه جميله جدا. صح. قالهم الحياه بتبقى حلوه، احنا بقى لا عايزين نطلع على السطوح مره واحده. ما ينفعش، لازم الرحمه والنبي بالشباب. يعني الفرح ابو 200,000 ولا مليون، ايه الفايده منه يعني؟ وبعدين يا ريتكم بترضوا الناس، الناس بتطلع كل واحد يتعمد بيتعوج من هنا. هو ده اللي عمله. شفته بس هو. عارفه الورد كان مش حلو قوي. لا بس طعم الفرخه دي كانت مش مستويه قوي. الاكل ما كانش حلو. وشوف مش عارفه ايه. صح. والعروسه كانت متزوقه جامد بزياده ودمها تقيل. مش ليه ما ينفعش انتقادات. والله لو حطيت لهم جنيه ذهب في كل طرطايه جنيه ذهب هقول لك هو حط جنيه ذهب بس، عايزين اكتر. لا ارجوكوا ارجوكوا الفلوس دي وفروها بالخير والبركه كده تعملوا بيها حياتكم. والله ما بسبسطوا اي حد، انتم انبسطوا. صح. اطلعوا يومين كده في اسبوع في اي حته من بلادنا الجميله، البحر الاحمر حاجات تشرح القلب. صح. ولا اقول بره ولا طيران ولا بتاع، وناخد عربيتنا ونغني على عش الحب ونطلع بره يا وعدي. ايه الجمال ده؟ علشان احنا مع بعضينا. عشان احنا مع بعضينا. انما على العجله ونطلع على طول. على طول والله العظيم اسعد ايام العجله دي. يا سلام يمكن يركب العجله اسعد مننا. طبعا السعاده يا جماعه ما بتشتريش والله العظيم بالفلوس، لا تشترى. بتجهدوش. بصوا بقى كده انا ايه هرسته عشان نخلص منكم اللي بقى نجوزكم. يلا هنجوز. شوف اكله الفول الحلوه دي. بصوا بقى. لا وطعمها طلع اهي. لا لا ده ريحه فظيعه اهو كده. وبعدين ايه انا هحط لها نقطتين ليمون بس برضو عشان ايه لازم الليمون والكمون. عشان حطينا كمون الليمون كمان يعني خفيف، ما حطيتش كمون كتير هنا عشان دي حاجه كل واحده نعملها حلوه قوي قوي بطريقه. طب كنت قولي لي ما فطرتش، كنت فطرت معاكم. ما احنا هنفطر بقى، احنا دلوقتي هنجيب العيش ونفطر ولا انتوا ايه؟ انتوا جايين ايه؟ اهو كده نحط بقى اول واحده معانا. الله 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 شويه البقدونس الحلو بقى. والله بقى لو حطي شويه كرات وشويه بصل. الكرات كمان حلوه قوي فعلا. يا الكرات من افيد الحاجات. قولي لي يا نونا، صحيح كنا لسه بنتكلم عن الكرات، قولي لي كده الفايده بتاعته للعظم، بيبني العظم. واحنا عظمنا يا جماعه وكل عظم المصريين بايظ، عظمنا مش موجود. انا مش هنبسخ بقى نفس هي بنفس الواحد مش هنوسخ. عظمنا غلط. عارفه شوف والله سبحان الله ربنا العامل مدي للغناسه الغلابه افيد اكل في الجرجير والختجل والكرات والبصل والثوم، الحاجات دي رخيصه جدا وربنا سبحانه وتعالى مبارك للناس كلها فيها وحاطط الثوم بقى. بصوا الصحه ايه بس كله منه اللي اسمه ايه بقى اللي انا عملته دلوقتي. اللي عملنا حطيت دلوقتي الكمون. حطينا الكمون والبصل وهحط الفول ده. الفول ده رائع. الفول معاه. وبصي بقى البيض البيضه هقوم قطعتها ترنشات كده. الله ده هو نفسه بيقول كلني من غير اي حاجه. كده ده بقى خصوصا بقى لما تحط صوابعك كمان جوه. هحط صوابعي دلوقتي فيه. انتوا عارفين نونا بتحب قوي فكره ان احنا صوابعنا هي اللي بتجيب الاكل الحلو. طبعاً. مش ايه مش اي حاجه تانية. عايز احكي لكم حاجه على فكره كمان، الست لو طبخت طبخه وهي زعلانه بيطلع وحش جدا. اساليني بيطلع وحش. اساليني. طب انا مره كنت متضايقه والله العظيم زي ما بحكي والله شفتي لا لا كنت متضايقه مره وشد انا وكريم كده شفتي. وبعدين راح قال لي عايز مكرونه وانا بقى زعلانه تطلع هباب حته مكرونه هباب. لا وبعدين وهو بقى ما بيسكتش يعني مش هياكل مثلا ويقول لي خلاص حلوه بس ايه اللي انت عاملاه ده. لا طبعا قلت له تصدق عيب ان انت تقول كده. لما تيجي بقى تطبخه لما بقى المزيكا بجد بتفرق راديو تهدي اعصابكم وقوم فاتحاه الاكل برضو يحب يسمع المزيكا. صح صح. وبعدين علشان الهضم بتاعنا ما يبقاش متعصب والست تبقى ناعمه ورقيقه كده اهوت وتقول له سمي كده بالرحمن وناكل سوا كده لقمه هنيه يعني بتجيب والله بجد فعلا الهنا كل والله احلى من الفراخ واحلى من بصوا انا ايه انا بس بهرس خفيف قوي عشان الفول برضو نحس بطعمه لانه بيبقى حلو قوي. لا لا ده حاجه يعني كمان فول ده مدمس بقى في البيت. الله قولي لهم بقى اننا بندمسه ازاي والنبي في البيت. ده سهل جدا جدا. قولي لهم بقى هو بس صعوبته في ان احنا بنبي يعني
لا لا تحطي فيه هننقعه او تغسلي الفول كويس وبعدين تحطيه في شويه ميه تسيبيه يعني ساعتين ثلاثه او سيبيه من بالليل من الصبح لبالليل وبالليل بقى تجيبي الدماسه تحطي فيها وتحطي الفول وشويه ميه صغيره وليمونه وطماطمايه وعايزه تحبشي كمان تحطي بصله مش هتقول لا تحطي فصين توم مش هتقول ابدا فهتبقى تحفه للصبح بقى يهدى على نار هاديه جدا بالسبرتايه وتحطي بقى والصبح تشم الريحه بقى ايه روعه ها ولا تقولي فراخ ولا حمام ولا أهو. رومي اه سبحان الله حطت فيه افيد حاجه من الكل اللي انا بقوله ده دي حقيقه تتلو سن الزبده كده برده زيت الزيتون بقى كمان بقى طعمه زيت الزيتون ده ساحر أوه. للعظم وللصحه وللمعده والهضم الحاجات المفيده يا جماعه كله الاكل المفيد صح صحي ومفيد ورخيص صح يعني واحنا دلوقتي الغلا للاسف يعني والله ولا غلا ولا حاجه احنا اللي بنعمل الغلا الست الشاطره تلم الدنيا كلها بفلوس قليله وتحط تعمل طبخه حلوه زي دي كده وتحط عليها تزوقها يا سلام يقعد وياكل ويدعي لك طيب هتاكلوا تدعوا لي كلكم سامعين دلوقتي كله هياكلوا ايه ده الجميله دي ولا ايه انت رايكم يا جماعه الشباب يعني اولا بيدي طاقه ومجنح طول النهار مش عايز تاكل يعني خليك زي الصخر كده جوكم اعملوا عايزين الشاب الراجل اللي هو اللي بيتحمل اللي كان بيلبس البدله وهو نازل بدله ده هو المدارس كانت بالبدله والكرافته والطربوش لا لازم الطربوش مش عارف الطربوش ليه الطربوش على راسه الطربوش يدي قيمه جميله جدا وكانوا رجاله من صغرهم ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم عقبالنا زيهم كده وتبقوا شباب حلو المستقبل تعالوا بقى ايه نطلع فاصل هوريكم دلوقتي كده اللي احنا عملناه ونطلع فاصل نجيب احط لكم هنا برضو كده الله اهو واه لا الاول نقطع بس ده نونا نقطع ده فين عندك قطع اه لا اقطع على طول بالسكينه ده بيبقى جميل قوي بالبيض يتزوق الديكور عليه كده بيطلع كمان طعمه روعه 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 الفول بالبيض طبعا من احلى لا وجبه مليانه دسمه جدا من احلى الاكل والله تاكليها للولاد كمان بالظبط كده الولاد نعودهم ياكلوا الفول ايوه على جنب واحد كده نونا يا جماعه هي اللي كانت بتدخلني زمان هي اللي حببتني في الطبيخ ما الواحده ست ما تعرفش تطبخ حتى الراجل ياخدها بيعمل بيها ايه هيعمل بيها ايه بس احكولي مش لازم تنوع الاكل للراجل ومش يقول لها ماما كانت بتعمل احسن من كده وماما لا يعني اعملي اكل حلو كده تدي له حياه جديده أهو. الله عليك حطي شويه بقى بقدونس بقى انا حطيت بقى الخضره على البيض كده ايوه الله هي نونا بتحب الخضره أوي. بتاكل والخضره دي هتتاكل حلوه كلها مفيده بتدي شكل وبتدي كمان ايه ما شاء الله عليك ما شاء الله دي وجبه اهو رخيصه جدا مش هتكلفكم حاجه وطعمها حلو جدا مفيده جدا 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 جميل. جدا تعالوا نطلع فاصل وتدعوا لعمايل ايديا لعمايل ايدينا بقى نطلع فاصل ونجي لكم على طول نواصل بقيه الموضوع يلا يا حبايبي ورجعنا لكم تاني مع فقرة اسألوا جدتي جدتي هتقول لكم كلام كتير قوي جدتي هتودينا والله انا نفسي اشوفكم احلى ناس مصر جميلة يا جماعة جميلة جدا لا هي مليانة بالخير دي حقيقة مليانة خير دي حقيقة بس عايزاكم تعملوا حاجة هتشوفوا حاجة ولا حاجتين والله انا عملت حاجة ولا اتنين حاجتين احنا عملنا حاجتين هنقول هم اكلتين انا مركزاهم على حاجتين اهم نذكر ربنا باستمرار تمام ها وتذكر ربنا علشان اللي مفيش بيننا وبين ربنا عمار والنفوس تعبانه جدا صح احنا عايزين نتكلم بقى نكمل بقيه الحلقه النهارده على الموضوع النفوس وان فعلا النفوس ما بقتش زي زمان ما بين الناس وفي الشغل وفي كل حاجه في كله طب تعالى نقول هنقول ايه الاول هنا هنقول ايه هنعمل ايه بقى الفول بالسجق الله دي بقى الاكله المفضله عند بابا اللي ما حدش بيقتنع بيها بس لو اكلتوها مره الديناميت بقى انسو. ده بقى ديناميت انسوا من الاخر وتاني واحد هيكون الفول اللي هو بالطحينه الله اوكي عليه. اول حاجه هعملها بس دي حاجه تبقى مغذيه ما ياكلش غيرها طول النهار حلو جدا 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 طبعا لو حاجه ده كده طول اليوم هو طول اليوم مفيش حاجه تانية تتاكل خالص انسي
لانها يعني قويه قوي قوي. وجبه كامله متكامله. انا والله يوم ما افطر فول اداني للساعه 5 مش قادره ابص للاكل اكتر. ده بتقعدي لحد 7. انما بقى اصل ده بتفطري كمان بدري. احنا عايزين نقول للناس الفطار لازم يبقى الساعه 8. ما احنا انا ماشي على النظام. لان بتفرق جدا جدا جدا. المعده بتستريح والجسم بيتنظم والدنيا بتبقى حلوه. وبقى لو مشطشط كمان شويتين ثلاثه بقى الله الله الله. بس كفايه كده عشان ايه ما نحرقش. بس ده قوي جدا كده بقى. هتحطي بعد كده السجق. احط السجق طبعا. تحميره بسيطه. اديله بقى تشويحه بقى ايه من اللي هي اهو سجق. هاتوا ايه بالظبط 3 4 5 6 سجقات ونقوم مقطعينها كده ترنشات ونقوم حاطينها. بس الوجوه دي حاجه مهوله. دي بقى كمان لو عندنا يا سلام بقى حماتك جايه اسعدي حماتك اسعديها بقى واعملي لها كده لو هي بقى بتحب الاكل ولا حماكي تقومي عامله له بقى الفول بالسجق ده وانسي هيقعد يشكر فيكي بقى ايه للصبح بضماني كده ان انت جوزك ان شاء الله بقى في جيبك. لا والله يا حلوه كل ما تعملي حاجه كده وبس ده. النيه احنا عايزين دايما نبقى بنعمل نيه لله يعني. أيوة. انا عرفت كمان ان انا في اي حاجه بعملها لو عملت نيه لله الله يساعدك. يعني تبقى كل حاجه تبقى بنيه. يعني نصحى الصبح اصلا نقول ان احنا نيتنا. الله الريحه يا نور. ايه رايك؟ ريحه فظيعه. تصدقي انا اكتشفت ان الموضوع نفس. طبعا طبعا الموضوع طلع نفس يعني ممكن نفس الحد يعمل نفس الحاجه بس ما تطلعش حلوه. بالظبط. ده دليل ان انا نفسي حلو قوي يا جماعه. مش بشكر في نفسي خالص. لا بس ده حقيقي. ابدا ابدا. لا عارفه ليه كمان الروح الطيبه وتكوني بتعملي حاجه وانت سعيده ايه هابي. هي الواحد بس لازم يبقى سعيد. وتغني بقى طول ما انت كده تغني. يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا سيدي يا سيدي. تغني للاكل يا سيدي يا سيدي. حلو. انا بس ايه والله انا مجربه الغضب في الاكل بيطلع. لا ده بيطلع وحش. ايوه فعلا انا بكلمك بجد. ويمغص في البطن. لا مش قوي كده. والله ده كده يبقى حاطين له حاجه. انما لما تبقى الواحده سعيده بتطبخ كده طبعا وسهله قوي يعني. الراجل برضه يا نونا لما يقول لست كلمتين حلوين الله عليه. ده يخش بيهم الجنه. بالظبط كده. وجبه زي دي مكلفه ايه والله واحلى من اللحم. اهو ما احنا عاملين السجق. يلا. مش هنجيب كتير. ده انتوا هتجيبوا كام؟ 4 صوابع مثلا 5 صوابع ونقوم مقطعينه. ده شكله بيتحدث. وبصوا بقى وهي تملى كده وتعمل تبقى الله. بيبقى روعه بجد. بيطلع حلو جدا. ريحه فظيعه. بيطلع حلو جدا مع بقى الفلفل الملون. فلفل فلفلايه واحده من كل حاجه. بصي كده بقى الله. وهو يعمل كمان الصوص بتاعه اهو كده. اوكي ونقوم بقى ايه حاطين الفول. انا ايه هصفر الفول كمان ما شاء الله عليه. عشان بيتي شكله جنن. غير ما يا جماعه في حاجه عايز اقولها لكم. الفول اللي بيعملوه بره بيحطوا فيه مواد عشان يستوي بسرعه. يستوي بسرعه ومؤذيه جدا 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 للمعده. فخدوا بالكم. اي سوري والله ما كنت نعرف ان حكايه اللي بيحطوا مواد عشان يستوي بسرعه فيعملوا يحطوا مواد كده من العطار بيشتروها حاجات تقلب البطن كده يعني. فبعد ما مش هنقول اسمها بقى عشان هي تحس ان انت واكل ديناميت. اسمها قوي شويه. تحس ان انت واكل ديناميت صح. فيا ريت الستات الحلوه بقى الحلوه يسابوا في الفول في البيت شطشط سنه صغيره. ايوه وتحفظوا معدتكم من الامراض. بعدين هنحط الليمون ولا اخر اخر حاجه نختمها بقى هيبقى الليمون. الله على ده. دي وجبه فظيعه دي كده. اللي حابب بقى يهرس الفول يهرسه من قبل ما يحطه. بس احنا هنعمله بقى كده عشان ايه نعرف لا ناخد لا لا طعمه. لا 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 ده شكله حلو قوي كده والالوان عليه فظيع. لا وطعمه كمان يعني انا مش عايز اقول لك بيطلع حلو ازاي. لا 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 ما هو باين الريحه. الريحه باينه. طعمه حلو جدا. لا ما شاء الله تسلم ايديك وحيات عينيك. دوقي كده الطعم بتاعه. خلينا احب الكلام ده ما انا باكلش ابدا. معلش الله. ناقص حاجه؟ لا 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 الليمون بس. دايما تخلي اكلك يا خبر ابيض يا نوره ده مشطشط موت. شفتوا بقى بيضة. شفتوا بقى احنا قلنا احنا حطينا شويه شط. لا 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 ده فضيح. انا قلت انا ما ضحكتش عليكم. لا بس حلو قوي. في حاجه كمان عايزاكم تقولوا لما تطبخي الطبخه ما تكتريش الملح. صح. ليه؟ لان في ناس بتحب تاكل بالظبط ملح قليل الضغط اللي عنده مش عارفه صح. تحطوا ملح خفيف والقلي يزود 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 في طبقه. صح انا بعمل كده دايما دلوقتي. يزود يزود الطبق بتاعه. ده اللي بقيت اعمله. أيوة انا دايما. ايوه انما تحطي الملح كده وبعد يطلع كتير ملوش علاج. يلا احنا كده خلصنا برضو معانا. لا ده الطبق الثاني مهوله دي. ده ذا بيست اوف ذا بيست.
تسلمي لي يا نونتي. لا ده تحفه، بس انا عايز احطه في الطبق عشان يبان جماله كده. في السلطانيه مش هيبان. احطه هنا؟ اه طبعا عشان يبان حلاوته، هو منظره فظيع. اوكي طب بس لا هتحطيه بقى عشان ايه ما يبقاش تقيل عليكي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده عشان يبان حلاوته ده. يقول لك كلني كدا. تكتبي عليه قول لي كلني كلني من فضلك. الله شوفي المنظر. بس استني الاول ايه اظبطه من هنا. ظبطي تدخلي من دي عندك. اه معايا كده. شوفي شكله بان هنا. احلى جميل قوي قوي قوي، وبان شغلك حلو كده. ورشه برضو خضره كده الله عليها. كده بقى تعالوا نحط هنا معانا. انا دايما ايه حاطه جنبي، بحب الخضره جدا أوي. جدا جدا في الاكل. مفيده مفيده. وكتري كتري منها، كل ده بيهضم اهو، لان يهضم البروتين ده قوي جدا. قصدي ده ديناميت. ده طبق كانك رايح تحارب اهو. كده احنا عملنا الطبق اللي بتتعمل وصحي ومفيد ورخيص يا جماعه، والله العظيم ما مكلف حاجه اهو. كده تعالوا بقى نعمل النبي، ما عايز اسمع كلمه الغلا دي. غلا ايه اللي غلا ايه ده؟ احنا شوف الطبق كده، وعملنا طبخه حلوه وجميله وتاكله انت وجوزك وتتهنوا وعيالك. صح صح هو الرضا بس. وتعزم الجيران ومش تمام الجيران وجيران الجيران والغلا والغلا والغلا. ايه غلا ده دلوقتي؟ احنا ما بقاش عندنا ليه بقى الجيران زي زمان؟ يعني انا زمان جيران يعني زمان احنا كنا اللي عرفوا يعني الجار كان بيود الجار خالص، وعلى طول مع بعض. كانش تشرب القهوه اللي معانا. يعني ده كان زمان. ليه دلوقتي مفيش كده؟ يا ماما فتحي لي هانم تعالي نعمل السبرتاي، وجايبه الصينيه بالقهوه بالسبرتايه ونقعد نشرب القهوه. ايه الجمال ده؟ ما ده بقى اللي انا بقوله. فين بقى ده؟ كيكه حلوه كده، والنبي انا عامله كيكه حلوه قوي يا جليله هانم تعالي. وبعدين كان انا عارفه الطبق اللي بيعدي بقى، الطبق الدوار ده. دوار والله. اللي هو اللي بتبعتيه ويجي لك تاني. تبعتي في حته ثانيه ويجي لك من حته ثانيه برضو، بس بيجي مليان بقى مش زي دلوقتي. لا ما بتبعتي يجي لك فاضي او ما فيش خالص. لا بس الحمد لله احنا جيراننا يجننوا الحمد لله، على طول شغالين مع بعض يعني. والله انا عندي بينج بونج بينج بونج على طول شغالين مع بعض. بعيد وكانت طنط ام اسحاق دي جميله زي السكر، تقول لي تعالى فتحيني هرب انا عامله بقى كيكه عايزه ابقك. دي مامت حضرتك بقى. انا قلت لها تيتا فتحيه الله يرحمها. تقول عامله عايزه ابقك، جايبه لنا الكيك وعامله لنا محشي ورق عنب بالكوارع. الله دي انا هعملها قريب يا جماعه دي. حاجه مش هنعملها مع بعض يا نونا بقى. كانوش ياكلوا حاجه لوحدها يعني، بيقول لك عايزه اللمه. طبعا ما ده اللي انا بقى ده الموسم كله عن والنبي كده. والنبي وصى على سبع جوار. بالظبط ما ده اللي احنا بقى ايه. تحطي النفوس الناس يا نورا بقت وحشه قوي. احنا عايزين بقى الناس بقت عايزه في حب، والنبي يرجع الحب. ده احنا بنقول ده مساء الخير، طب سلام عليكم ده ما بيشوفوش. ما يتردش ما بيشوفوش، بتلاقي الوش تدور. طب فين فين؟ لا 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 عايزين نرجع بقى الحب كده، وعايزين نرجع الطبق الدوار اللي بيلف ده. تفتح الباب صباح الخير يا حبيبتي على وشك صباح الخير. لا ده دلوقتي بنشتكي بعض، دلوقتي الجيران بيشتكوا بعضهم. لا يشتكوا عيب عيب. ده النبي وصى على سبع جار. يا خبر ابيض. لا احنا عايزين الكبائر. لا احنا عايزين نبدا ان احنا نرجع جارك ثم جارك احسن ايه. حتى اقول لك انها فكترت من كتر ما وصلنا على الجار، قلنا ان هيورثه كتر يعني الكلام بتاعه ربنا والرسول والحديث دي السليم. لو عملنا بيها يا جماعه هنكسب الغلاء اللي احنا بقى هيروح. وربنا رزقنا بالغلاء والبلاء عدم ذكر الله. كل ما تقولوا يا رب وتستغفروا فاكرين ربنا في كل حركة وفي كل خطوة، شوف الخير اللي هيجي لك طول ما انت ماشي، شوف الرزق اللي هيتفتح لك طول ما انت ماشي. الله هيبقى حلو قوي ده. انا ليه بقى عملته كده؟ عشان هحط عليه الطحينة كده صف. هو فول بالطحينة، هحط عليه الطحينة صف. وقوم حط عليه ايه؟ بقى. عايزه له ليمون ولا حاجه ولا خلاص؟ حطيت. لا حطيت طيب. الليمون والكمون. مش عايزه تحط شطه؟ شويه طحينه. لا لا انا ده عامله من غير شطه خالص عشان ايه؟ انا شفت انا شفت اثار الجريمه. واهو كده بقى الزبده. الله 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 الله. ايوه مع الخضره بقى لما تتحط معاهم. الله عليها. وما تقوليش لحد. لا 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 دي وما تقوليش لحد. سيرفيس هونمي بشواتي اهو. بس كده ايه الجمال ده؟ اهو ما شاء الله. اربع انواع
من الفول عندنا. اول واحد عملناه كان فول بالثوم بالصلصة، تاني واحد عملناه كان فول بالبيض، وبعدين عملنا الفول اللي بالسجق، عملنا مع بعض رابع صنف كان الفول بالطحينة. اللي بالطحينة والزبدة. اتمنى يكون وصفات حلوة. موضوعنا النهاردة كان شيق وحلو جدا، وتستنونا بقى في الاسبوع الجاي ورخيص مع ايه بقى؟ مع حلقة جديدة وفقرتنا اللي ان شاء الله هتفضل مستمرة معانا، اسألوا نونا او اسألوا جدتي. استنوني في حلقة جديدة ان شاء الله بكرة معاكم مع عمايل ايديا. باي باي. Thank you.